ما رأي حضرتك في البرنامج الذي يفعل بالمدرسة الآن؟ هي والله حاجة كويسة، خصوصا ان الطفل بياخد ان خلاص طالما الوقت اللي المفروض الدراسة بالنسبة له انتهت بيبقى خلاص مخه وقف مش عايز يستوعب معلومات تانية، بس انتوا بتعملوا ريفرش كده للذاكرة بتاعة الطفل، خصوصا ان كمان في اللي هي البروجرام الترفيهي اللي انتوا عاملينه وحاجة كده لطيفة يعني بصراحة. وبعدين الطفل مش جاي للدراسة دلوقتي، هو جاي برنامج ترفيهي مع شوية تعليم مع يقعد وقت لطيف مع صحابه ومدرسين، فحاجة لطيفة جدا. شكرا حضرتك جدا، شكرا. صراحة أنا لقيت فيه إفادة كبيرة جدا، والبنت مبسوطة جدا من الفترة اللي بتبقى احنا كده بقالنا أسبوع أهو. مين؟ أنا كنت عندي اعتراض في البداية، لكن لما لقيت بنتي بتستفيد بصراحة مبسوطة جدا، وكنت ناوية أخليها بس في أيام امتحانات القوة الكبار، بس لقيت مكملين لأخر. طب حلو خلاص، ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي جدا. يبقى مويه ولا لا؟ ايوه. طيب ماشي، هات يا بنتي يلا.